getting ready for an interview with Mustafa Barghouti. يعني دكتور بنظرك ماذا قدمت المقاومة الشعبية على وزارة 12 عاما للفلسطينيين والقضية الفلسطينية؟ بالعين تمثل نموذجا ناجحا لأنها نجحت في هدم الجدار، نجحت في تحرير جزء من أرضها، ونجحت في المحافظة على التظاهرات أسبوعيا كل يوم جمعة دون توقف لـ 12 عاما. لكن نحن بحاجة إلى تصعيد المقاومة الشعبية في كل أرجاء فلسطين، وبحاجة لأن تترافق مع حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل. المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة هما أفضل سبيلان لتغيير ميزان القوى على الأرض، خاصة ونحن نرى الفشل الماحق لأوسلو، الفشل الماحق ل 25 عام من المفاوضات، ونرى أن إسرائيل تريد أن تكرس الاحتلال والنظام الأبرتاي، والشعب الفلسطيني لن يقبل بذلك مهما كان ثمن. إذن يعني هل يمكن المراهنة على المقاومة الشعبية لتحرير الأرض الفلسطينية؟ يمكن ويجب المراهنة على المقاومة الشعبية لتحرير الأرض الفلسطينية، ولكن يجب على كل القوى أن تتوقف عن الصراعات فيما بينها على السلطة، سلطة بدون سلطة فعليا وسلطة تحت الاحتلال، ويجب على كل القوى أن تخرج من مكاتبها وتتوجه إلى الميدان وتشارك الجماهير والشعب وتثبت له أنها قادرة على أن تنظم في مواجهة إسرائيل. شاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.